بكرة الجمعة هو اليوم الوطني 45 لدولة الإمارات، والأسبوع ده مريم نجوم كتيرة جدا كانوا مشغولين بالتحضير اليوم ده، منها طبعا الأغاني ومناسبات تانية كتيرة. وإحنا حكينا قبل يومين عن مجموعة من الحفلات الخاصة لهالمناسبة واللي راح تكون كثيرة بالويكند، وراح نعرفكم اليوم على الباقي. هاي المشاركة مش أول مرة أشارك في اليوم الوطني في دبي، وفي مكان كبير مثل جي بي آر هذا بيكون شوي يحتاج تركيز من فيصل، أقدم شيء يوصل للناس بأجمل صورة. فهو حريص أن يتواجد بين الجمهور بهالمناسبة، ودايماً بيعبر عن وطنيته من خلال أغاني مثل رجال الدار، هيبة علم، ونرزف لها. من حبها إماراتي نرزف لها، نرزف لها، نرزف، نرزف لها. نحن يعني نقدم رسالة فنية باسم دولة الإمارات كفنانين شباب في دولة الإمارات، وهالرسالة دائما بيأكد عليها من خلال إنستغرام اللي أعلن فيه عن حفله ببوستر. فيصل راح يقدم 5 أعمال غنائية وطنية في اليوم الوطني، لي عمل جمعني بسفير النوايا الحسنة الفنان حسين الجسمي، أغنية خاصة تحمل عنوان عيدي. تعاونات كتيرة جمعت فيصل بفيز السعيد، منها أغاني وطنية مثل نصفينك لفزاعة وصدر الشرف لشهداء الإمارات. اختارني سفير الألحان أني أغني معاه دويتو في عمل ثاني راح يكون في اليوم الوطني. علقت وبصدر الشرف أغلى وسام، نلت الفخر في قلوبنا والاحترام. كل عام وداري بألف خير في ظل قيادتنا الرشيدة وشيوخنا الكرام. الإمارات فيها عرس وطني، ونحن نعتبر مهما قدمنا للدار يعتبر قطرة في بحر محبتنا لدولة الإمارات. وكل إماراتي ولا أحاكمه، من جوابه تاخذ العلم الأكيد، الأبو زايد وأمه فاطمة، والخليفة عان ولا أمايحي. حفلات العيد الوطني بتكمل في الإمارات ب 2 ديسمبر، والحفلة الرئيسية رح تكون لحسين الجسمي في دبي مول. أما على مسرح القرية العالمية فرح نشوف محمد المنهالي ووليد إبراهيم، بينما رح يحتفل عبدالله بالخير مع جمهوره في دراجون مار 2، وأكيد دي بيتش رح يتزين بالألعاب النارية. أما كرنفال اليوم الوطني بسيتي ووك فرح يستمر للرابع من ديسمبر. وغير الحفلات دي كلها حيكون في افتتاح رسمي لمتحف الاتحاد اللي كان أعلن عنه قبل حوالي شهر الشيخ محمد بن راشد واللي اتبنى في سنتين.